والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع زميلتي فاطمة خليل، نتابع معها الأخبار. أهلا بك فاطمة. أهلا بك نهى. أهلا بك يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تبلغ استثمارات هذا المصنع نحو 8 مليارات دولار بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية والطرف الثاني المتمثل في إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة الهندية بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع وفد من السفارة الهندية بالقاهرة سبل دفع الاستثمارات الهندية بمصر. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل لاستهداف واستقطاب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون مع بعض الشركات أعضاء اتحاد الغرف الهندية، والعمل على دراسة فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية. ترأست مساعد أول رئيس الوزراء رندا المنشاوي اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات بهدف دفع حركة الاستثمار. وخلال الاجتماع أشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوحدة الرئيسة بشكل مباشر بلغ نحو 109 شكاوى، تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها، ويتم حاليا التنسيق بشأن 67 شكوى مع الوزارات للانتهاء منها بالكامل. عقد وزير البترول طارق الملا مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد. تناولت المباحثات مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقي في أفريقيا، والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. وأكد الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي مع تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة COP27، والإعلان عن موقف إفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين العرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 624 مليارا و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9350 نقطة، وأغلق عند مستوى 9287 نقطة متراجعا بنسبة 67%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1845 نقطة، وأغلق عند مستوى 1833 نقطة منخفضا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2704 نقاط ليغلق عند مستوى 2686 نقطة متراجعا بنسبة 68%. الأسواق النقد الأجنبي، ابتعد الدولار أكثر عن أعلى مستوى له في 20 عاما قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي لبحث أسعار الفائدة. ارتفع اليورو 33% إلى 1.1% أمام الدولار، لكنه فشل في تعويض الكثير من خسائر أمس التي بلغت 1% في أكبر انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين، بعد زيادة المخاوف من حدوث ركود في أوروبا عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وتراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 136.69% أمام الين.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.